ثم الحمد لله الذي احيانا حتى بلغنا شهر رمضان، والحمد لله الذي وفقنا الصيام والقيام وصالح الاعمال في رمضان. الحمد لله اولا واخرا. يا اخوان، ان هذا الدين قائم على توحيد الله عز وجل، على عبادته سبحانه، لا عبادة شيء أو شخص. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد لوحده دون شريك. الحمد لله هذا الدين قائم على مائدة أن السعادة والسكينة لا تكون إلا بالقرب من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل وكيف يعبده حق العبادة. المشكل في هذه الأمة وفي أمم قد سبقت هم يسمى بالشخصنة، أي نربط قلوبنا بأشياء أو بشخص أو بزمن أو بمكان. إذا رجعنا إلى زمن بني إسرائيل موسى عليه السلام، بني إسرائيل أو بنو إسرائيل كانوا يعبدون الله سبحانه حق العبادة، لكن عندما انصرف موسى بلقاء الله عز وجل عبدوا العجل بدون الله. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بشخصية أساسية وهي شخصية موسى عليه السلام. لما انصرف موسى عبدوا العجل، لما كان موسى وسطهم كانوا يعبدون الله وكانوا على طريق مستقيم، لأن الإيمان ما نفذ إلى قلوبهم. عندما ينفذ الإيمان الحق إلى القلوب لا داعي لشيء. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان ما دخل القلب، لهذا سبحان الله عندما يتعلق قلب المسلم بشخص أو بشيء أو بزمن أو بمكان أو بمكان محدد، هناك شيء ينقص، أي الإيمان لم يدخل إلى القلب. الحمد لله هذه الأمة، هذه الأمة فيها رجال قلوبها غير متعلقة بالأزمنة ولا بالأمكنة ولا بالأشياء ولا بالأشخاص. فنحن نعبد رب الأزمنة ورب الأمكنة ورب الأشياء ورب الأشخاص. إذا كيف نعلق قلوبنا بالله عز وجل ولا نعلق قلوبنا بالأشياء كرمضان أو كأنبياء أو كأشخاص؟ فالحمد لله صمنا وقمنا، ولكن كيف نعلم أن أعمالنا قبلت في رمضان؟ فمن علامات قبول العمل الصالح في رمضان أن يزداد عمل المرء عملا صالحا بالغا، وأن يكون حرصه في الصلاة قد ازداد، وحرصه في الأعمال الصالحة، وأن يكون قد أحس بتغير في نفسه. وكذلك الناس يرون التغير في نفسه، يرى على أنه الحمد لله تغير، أن حاله قبل رمضان أصبح أو حاله بعد رمضان أصبح من حاله قبل رمضان. وقد ذكر أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أن الذي يذهب للحج فينبغي أن يكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، وهي علامة. فإن كان حاله بعد الحج أفضل فتلك علامة قبول الحج. فالحمد لله، ثم الحمد لله إذا وجدت نفسك أيها المسلم توفق للأعمال الصالحة بعد رمضان أكثر فأكثر، الحمد لله تلك علامة لقبول رمضان، أن الحسنة تأتي حسنة بعدها، وهذا من توفيق الله عز وجل. أما إن وجدت نفسك تعود إلى حالك قبل رمضان فابكي على نفسك، واسأل الله عز وجل أن يردك إلى دينه ربا جميلا.
والله قد خسر وخاب من أدرك رمضان ولم يغفر له، قد خسر وخاب من صعد إلى القمة بسرعة ونزل بسرعة. وسبحان الله تماما كالذي حسن بناء، بنى بناء وحسن وتفنن فيه، ولكن بعد مدة قصيرة هدمه. إذا فما الفائدة من هذا البناء؟ فما الفائدة من الصيام والقيام والأعمال الصالحة إذا كنا سنتوقف في زمن محدد؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلت. الله سبحانه وتعالى يحب العمل القليل ولكن دائم، عمل قليل لكن دائم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان عمله ديما، أي دائم، لا يخص مكانا أو زمانا بشيء من العبادة. الحمد لله الوتيرة متساوية طيلة العام، ليس فقط إلى المرتفع في رمضان ثم ينزل في رمضان. هذا ما كنا نعرف، ما كنا نسمع عن هذا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. إذا فأين يكون المشكل؟ لماذا هذه الأمة تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة في رمضان، وبعد رمضان الكل ينصرف، وكأننا نقول نعبد رمضان لا نعبد رب رمضان؟ فكيف نصرف قلوبنا لعبادة رب رمضان طيلة العام؟ فهذا ما ينبغي أن نسأل الله سبحانه، وما ينبغي أن نبكي على الله سبحانه وتعالى بركعتين في جوف الليل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم قوي إيماننا، أدعية ينبغي أن نقولها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آدم عليه السلام ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك نحن، إن لم يغفر لنا ربنا سبحانه وإن لم يرحمنا فكيف سيكون حالنا؟ كيف سيكون حالنا وقد يأتي ملك الموت في كل حين؟ إذا أتى ملك الموت ونحن على هذه الحال، إيمان ضعيف والصلاة متذبذبة والقرآن لا يقرأ إلا في رمضان، فكيف سنبقى الله عز وجل؟ هذا ما ينبغي للمسلم أن يسأل نفسه كل يوم، أن يخلو بنفسه ولو خمس دقائق، أخلو بنفسه، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك أيها المسلم، فإنك عزيز، فإنك من أفضل أمة، كنت خير أمة أخرجت للناس، ليس بالكلام ولا بالأقوال بل بالأعمال يا ناس، الأعمال. لماذا أصلي وأشهد في رمضان وبعد رمضان سبحان الله أتهاون؟ العيب هل العيب فيه أم في رمضان؟ إذا سبحان الله المؤمن الحق يجعل العام كله رمضان. إن كنت في رمضان لا أضيع صلاة الصبح، فينبغي بعد رمضان أن أستمر. إن كنت قد أحسست بحلاوة قراءة القرآن في رمضان، فينبغي أن أستمر على قراءة القرآن، لأن القرآن شفيع لأصحابه. ولا نكون ممن قال في النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إنها، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرنا القرآن فأصبحنا نعاني من مشاكل وأمراض
هموم. سبحان الله، إذا كنا في رمضان قد أحسسنا بطول القيام، بحلاوة طول القيام وبدعاء الإمام، فلماذا لا نستمر؟ فلماذا لا نستمر؟ أي شخص ينبغي أن يسأل الله بحرقة، فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعبده بإخلاص. إخلاص. درهم واحد سرقا يسأل درهم، أي شخص عنده درهمان تصدق بدرهم، وشخص عنده ثروة هائلة وتصدق بمئة درهم، فذلك الشخص الذي عنده درهم تصدق بإخلاص فقبلت تلك الصدقة. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا. هذه يا إخوان تذكرة أننا من أفضل أمة، لا ينبغي أن نتهاون، لا ينبغي. قلت الحمد لله في رمضان تغض البصر وتمتنع عن مشاهدة الأفلام القبيحة، فلا ترجع، فلا ترجع، ابقى في الأعلى، لا تنزل. الجنة درجات يا الناس، الجنة درجات، ولا ينال الجنة الذي يبقى نائما، الذي يتحرك، يعمل، يجتهد، يسأل الله سبحانه بحرقة. قال ابن الجوزي رحمه الله: المدرب للخير ملازم للخدمة، أي لخدمة الله سبحانه وتعالى، يخدم الله في كل حين. لذلك إذا خدم الله في كل حين سيرضيك أيها المسلم، ويعطيك ما تريد. والذي سبحان الله الذي يتوغل في العبادة بعنف في زمن سبحان الله سيقطع، لأنه يمن الذي يعبد الله سبحانه في زمن وبعنف وبكثرة سيمل، وإذا مل قطع، وهذا قبيح منه جدا. وكأن حدا يقول أن حال غير العبادة، أن حال غير العبادة أفضل من حال العبادة. الحمد لله، نذكر بعضنا البعض لأنه حرقة تشكر في قلب ولد الأمة أن تكون دائما قويا، ولا نريد أن نعود لحالة الذلة والمهانة، فكفى من الذلة التي تعيشها الأمة في هذا البلد، ليس في هذا البلد، في العالم أصلا. الأمة وهامة سبحان الله، أول ما يقع أو أي حادثة تقع أول من يتهم المسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله أننا إذا فرطنا في دين الله واتبعنا أهواءنا واتبعنا أهواء النفس والشيطان سلط الله علينا من يسوقون سوء العذاب. والذي يهتم بآخرته ويفكر فيها ويعمل لها يرزقه الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما في الدنيا وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. والذي يركز فقط على هذه الدنيا لا ينال من الدنيا ولا الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.